جمهور فؤاد عبد الله. طيب يا علي، صبحك الله بالخير يا علي. مرحبا مليون، صبحك الله بالنور والسرور. علي، نقدر نقول لك هارد لك؟ اي بالله، هذه منافسه شريفه بين اخوان. نبره حزينه. طيب تمام، ما قلنا شيء، احنا قلنا غير الكلام ذا. لا نبره حزينه، قلنا منافسه شريفه وفوز وخساره عادي. ما بعد تكلمنا، طيب ما شفناك. طيب علي، باركت الفؤاد؟ لا، فؤادي باركت هنا قبل شوي. وين قبل شوي؟ ايه. طيب ليش ما باركت على الستيج؟ غصب، يوم طلع يا جماعه يوم طلع دام الكفش الروم ودخل ذا تقابل وبارك له. عاد خلونا نسمع من علي يا جماعه. لبيه علي، ليش ما باركت على ستيج لحظه اعلان ركان الفؤاد؟ انفعلت الصراحه. من ايش؟ من لاني كان واثق انها نصد. انت كنت واثق؟ ايه. طيب هل تشوف ان في بس عندي كلمه الله يطول عمرك. وش هي؟ اوصل جمهوري حبيبي الفارقين، خلوكم هادين لاني هادي، ومبروك يا فؤاد وتستاهلها والجايات اكثر. طيب شلون انت غصبة ودك تقول اهدوا ولا ما تقول اهدوا؟ خذاها فؤاد وخذوها الصواعق غصبة. استاهلون يا علي مناحي، اعرف مستواك، اعرف محل مكانك في الترتيب، اعرف منافستك على من انت. نافس بالرقعان، نافس مشرف، نافس حسين، نافس ريان، فؤاد لا يستاهلون كلهم، وكلهم احنا داخلين هنا منافسه شريفه. لا 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 تقول شريفه وبين اخوان هاي. لا تقول اهدوا، لا تقول والله منافسه انا كنت واثق. لا، الواثق فؤاد. شوف انا لذلحين لازلت واثق. محمد رفداك، لو انك واثق ما كررت قصيدتك. خلني اقول لك ليه كريتها. طيب ايوه كريتها طول العمر، لان الاول اخطيت فيها. ليه ما كررت؟ ليش ما كررتها باثناء وجود فؤاد في المجموعه؟ ليش يوم راح فؤاد قلت بكررها؟ اظنكم شفت الورقه يوم طلعتها وقريت من الورقه انا في المره الثانيه. هذا عذر الورقه؟ لا كمل تقدر تقول. خلنا منحي كمل. ما اتوقع منحي نفداك، باقي شوي طال عمرك ويطلع فؤاد ويدخل محله بينافس علي مناحي. علي مناحي بينافس لا يا ابو حمود. ابو حمود انت كذا منافس لعلي مناحي. ابو حمود، الخلاف لا يفسد الود قضيه. هو يتكلم يقول يا جمهوري ريحوا، هو لو به جمهور. إيه؟ لو به جمهور. طيب. لو انا جمهور. ما بنتظر شهاده. لو به جمهور مثل جمهور الصواعق يوم صرح الاسبوع الماضي قلنا الاسبوع هذا ما لكم منا ولا من كلام. الاسبوع الحسن اللي بياخذها الاسبوع هذا. ابو حمود خذني على قد عقلي. تفضل. انا اتكلم معي يا محمد مناح، انت جايبني تنقذني انا. دقيقه، ما عاد عرفتوا تنقذوني. تنقذون بعد الحين. لا دقيقة علي مناحي. إذا وصلت النجومية تبقى برد عليك. تبقى مكانك. ما دخل النجومية، أنا كنت سابق تناقض حسن الآن. أيوة. قلنا الأسبوع الماضي أن الشخص اللي بيحصل على اللقب الأسبوع القادم اللي هو هذا اللي هو اليوم يعتبر فاس جمهوري، يعتبر جماهيري. صحيح صح ولا؟ هو يتكلم جمهوري اهدوا. لا، وين جمهورك؟ المشكلة وين جمهورك؟ والله شوف أنا معك في حاجة واحدة. وش هي؟ انا معك ان علي مناحي كيف يطلب الهدوء من جمهور لم ينفعل اصلا. ايه اصلا خليه ينفعل اول شيء بعدين قول لهم اهدوا، لكن قبل ما ينفعلون تقول لهم اهدوا يعني كذا في ايرور يا صاحبي. الامر الاول. الامر الثاني، علي مناحي انا عندي سؤال قبل ما اسمعك واخذ واعطي. قبل ما اسمعك واخذ واعطي، ثاني شيء مالك شغل ننقد بعض، نتكلم مع بعض، جايبينك ننتقدك، جايبينك نصورك 4 في 6، اقعد على هذه الكرسي طال عمرك. واذا سالتك كيفكم جبنا قعدناك على الكرسي وسألناك أجب عدد ذلك. لا 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 ما يدور في الفقر. أنتوا جايبين أنا تنقذون أنا أقول لك مالك دخل. مالك دخل لو سألنا بعض. مالك دخل هذا الموضوع يعني. مالك دخل نرجع لسبيل موضوع دم. مالك دخل يجلس واسمع، إذا سألناك أجب. الأسبوع القادم ما هو انطباعك عنه يا علي بن مناحي؟ كيف؟ الأسبوع القادم هل لك نية تنافس فيه؟ زي ما قلت اول مره انا يا اخي سؤالي نعم او لا يا مسلم. بتنافس ولا لا؟ هل بتنافس في الاسبوع القادم؟ نعم لا ماني منافس. اي بتنافس. وش جوابك؟ ما ابغى جواب على السؤال ذا يا ابو حمود. اذا شكرا لك والله. واضح يا ابو حمود. فرح اول ما ساله قال وينك من زميلك اثناء تتويجه؟ قال انا رحت. ابو مناحي وين رحت انت؟ وين رحت؟ صلى عهد الرسول. يا اخي احنا قاعدين نشيد بمتسابقين، الاول يستشير والثاني يقول انا ما ابغى اقول. اصلا يا علي مناحي لو انك بتقول بلسانك قال فعلك. والله لا فعلت انت
ولا قال لسانك لا لا أزيدك مش عدل أزيدك أزيدك أنت في هذه المنافسة كلمة حمد مناحي اسكت علي بمناحي علي بمناحي في هذه المنافسة أنت اللي اسكت أنت اللي اسكت أنت اللي اسكت يا رجال سكت يا رجال قبل رد عليه أنت اللي اسكت أنت طال عمرك سراب وشرب فنجال فنجال فؤاد سم من دحاح سم من دحاح يقول الرجال ماني مقايل يقول ماني مقايل هو الأسبوع اللي راح ما قال يقول يا أبو مناحي لق 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 غيره أبو مناحي يا علي مناحي يا مرحبا ومسهلا نفتك ترى عيب شخص محترم زي محترم زيك يقول ناقد لوبي تكفى عيب نفتك نايفك نفتك عيب وش عيب تقول للناقد محمد أبو مناحي لقلق عيب هذه أقول له اسكت إني مضروب من فضلك اسكت خطأ لقلق خطأ وش أقول له لو سمحت أصبر لو تكرمت عطنا مجال لو سمحت ممكن أعبر لكن اسكت دقيقة اسكت تقال للطفل الصغير أنا رجال أتعلم من خطأي لو سمحت يا محمد مناحي يا جماعة يا جماعة يا جماعة اسكت فيه ناقد معنا اسمه نايف الأكلوبي تفضل أبو عنزي وش فيه أبو عنزي أنت أبو مناحي من الرجال جالس يكتب لحظات عليك شوف 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 أبو شوف شوف لا ترى أنا قاعد أكتب على المحور الجاي لأن المحور ذا ما عاد بقى منه ولا شيء ايش الرجاء كان يتكلم ابو عنزي تو يتكلم مع علي جابوا مناحي لقط المحور وجيت انت ابو عنزي انت عدل الطاوله انت عدل الطاوله مالي حلو حلو يلا يلا ترى ابو حمود ما تكلم ترى ما تكلم ابو حلو ابو حمود انا هو ابو حمود هناك ترى ما تكلمت مع علي تبي من علي شيء الله يبيض وجهك لا والله هم سداد الشباب طيب يا علي صبحك الله بالخير مليون اللي صار اليوم هل هو قوه للفؤاد ولا ضعف في علي لا الصراحة أيوة قوة من فؤاد وقوة مني أنا بعد أنا ما أقول إني ضعيف يعني اللي صار اليوم ما ينطبق علينا يعني فوز فؤاد اليوم يعتبر قوة الفؤاد بالله يعتبر قوة الفؤاد وليس ضعف في علي قوة الفؤاد وليس ضعف مني أنا يعني هذا اعتراف منك صريح إن فؤاد قوي بجماهيريته وقوي بحضوره ما في أحد دخل قناة له مع جمهوره مع قوة لا مو بشرط كيف مو بشرط؟ مو بشرط، في ناس يدخلون القناة ويطلعون ما عندهم جماهيرية ولا عندهم قوة. طيب نعم. أنت قبل أسبوعين تكون فؤاد ما عنده جمهور، ذلحين تكون عنده قوة. ما اللي قاله؟ أنت النقاد. ما اللي قاله؟ النقاد كله. كلهم لا ما قلت محمد مناحي، محمد مناحي أهني. ما قلنا، حشف، حنا ما قلنا في أنا أهني محمد مناحي الصراحة. أنت تكلم عن محمد مناحي بس أنا قاعد أتكلم مع أنا نايف. ونعم أنا نايف. إيه محمد مناحي إذا قاله ما لي في شغل، أنا قاعد أسألك. سامتهم. أنا أقول اللي صار اليوم يعني وفوز فؤاد هل هو قوة؟ في فؤاد ولا ضعف في علي؟ ما لها دخل لا قوة ولا ضعف كلنا كيف ما لها دخل؟ كلنا قويين كذا هو خذا طيب ليش ما خذا يعني أي متسابق خذا الفارس والجمهور ومشى كيف؟ أقول أنت قبل شوية تقول قوة في فؤاد كلنا قويين ما جينا أنا في ذا القناة أنت قبل شوي أجبت قلت قوة في فؤاد ليش تراجعت؟ ليش ما تبي تعترف قوة فؤاد؟ أنا بعد قوي أنا ما أقول فيك شيء أنا أتكلم في فؤاد أقول ليش أنت ما تبي تعترف بقوة فؤاد ليه؟ أعترف بوش أقول كلنا قويين فؤاد قوي أنا قوي متعب قوي خلك قوي. على جنب أنا ما أقول إنك كلهم قويين أنا ما أقول فيك شيء قوي كلهم قوي فهد محمد قوي عبد الله القريني قوي حتى محمد مناحي قوي حتى سلطان قوي حتى أبو عيسى قوي محمد مناحي قوي بالصوت ما في أحد أنا ما أتكلم على الكلام ده أنت قبل شوي أنا سألتك في البداية قلت لك هل هو قوة في فؤاد ولا ضعف في علي قلت أنت لا قوة في فؤاد واعترفت بعدين تراجعت ما تراجعت ليش ما تعترف أن فؤاد قوي أنا ما تراجعت فؤاد قوي وأنا قوي كلنا قويين إيش يقول ما دريت عنه لا أقول ما تراجعت يقول ما تراجعت أنا قوي فؤاد قوي كلنا قويين هذه منافسة شريفة بين إخوان وفرضا حين على خيل وأنت سابق على خيل فزت أنا ولا فاز فؤاد ولا فاز اي واحد علي انت اليوم هذه اليوم نبرة صوتك حزينه وعندك يعني ونفس ومنفعل وحتى دخولك قبل شيء لكوفي شروم كان دخول ما هو بزي دخوليات علي اللي احنا نعرفها وش اللي يدخل علي وهو يعني ابتسامه شاقه وجهه الحزن هذا اللي على وجه علي هل هو خذلان يعني خذلان وقع في قلب علي من جمهوره ولا صدمه من قوه جمهور فؤاد نايف ها؟ ودي ان السؤال ذا جاء من غيرك لانك انت فاهم وعاقل ودي ان جاء من غيرك لانك يا نايف انت دائم كلامك واقعي وصحيح بس انا اقول من جمهوري ما عندي اجابه انا بطلب طلب من جمهوري
طلبه واحده انكم ما ترسلون ولد. انا اتكلم معك من جمهوري، انا اتكلم معك وتقولون كلمه واحده. انا اتكلم معك يا ولد، انا اتكلم معك يا ولد. جمهوري كم دوم الدنيا ولا قعدها ما قعد واحد. جمهوري يا علي، في مقدمين، في مقدمين في القناه افزعوا معك وصوتوا لك، في مقدمين من قنوات ثانيه تكلموا عنك في تويتر، قامت الدنيا ولا قعدت عشان علي مناحي. عز الله يعز فؤاد. فؤاد ما شفناه الا تغريدات هاديه وبسيطه، وجاء فؤاد واخذ فارس الجمهور وطلع. وين اللي دعموا علي امس؟ جماهير ومقدمين وحسابات قويه، وينهم ذول؟ وين راحوا؟ يستاهل كل خير. وين راح؟ القادم افضل. يعني معناها ان فعلا فؤاد عنده قوه جماهيريه داخل قناه الواقع. هنا القوه. انا ما اقول انك ما انت بقوي، لكن أيوة. انا اقول فؤاد عنده قوه زمان. انت اعترفت فيها بس محمد مناحي. انت اعترفت فيها بس انت عندك شيء في نفسك، انا ما ادري وش هو. يا انك من خذل شايف، نايف. يا ان عندك خوف، يا ان عندك خوف من المستقبل القريب الجاي. نايف انت الاسبوع الجاي تقول تحدى، تقول لي لا ما تحدى. فؤاد قبل شوي قال انا تحدى، كلنا نتحدى. هم جينا انا اللي نتحدى. انا تو ينطق. طيب انا ما اقول شيء، اقول كلنا تو قال تحدى. يوم قلت فؤاد قال تحدى. طيب انا ما اقول شيء، ما اقول ما تحدى. طيب علي قلت ما تحدى. يلا من كثر السؤال علي اجلس زين بس عشان المايك تكفى ابو علي. ها يا اخواني تردون لي محورنا فتاكم شوي بس سعيره منكم. انت اصلا فكيتها اصلا عشان انا ممكن السعيره يعني، لاني انا الحين جيت بتكلم انتم يعني. لا الدور عند ابو تفضل. ما ادري. لا ابو حمود اختم، لاني بختم معك. ممكن يعني تعطينا يعني انا الادمي هذا. انا رجع لك اربع مرات مسجله، تفضل. يعني الله يحفظك انت ويا اخواني النقاد. انتم الحين جايبين لي واحد يا جمهوري وحركات واكشن يا ولد. صالح سو كذا سو كذا. اول شيء علي مناحي اصاهر خلص كلامي، لا تكرمت. ها اسمع بعدين رد علي. رقم واحد. رقم اثنين طال عمرك لا تجي عندي انا تسوي لي حركات، ما تدير طال عمرك. انا عقل كبير، عقل كبير جدا. نسالك هل بتنافس ولا لا؟ تقول ما ادري. انا عندي سؤال يا علي مناحي، اذا لم تكن منافس شرس لذلك يا عزيزي شكرا لك، اجعل مجال غيرك. لكن جمهوري اهدوا، ما راح اصرح ما ادري ايش. يا ولد انا هادي. الله اكبر يا الجمهور المكتسح للشرق الاوسط. ايه ترى ما غير فراج مظهير واخوك محمد يدورون على القريه. من هم؟ فراج مظهير واخوك محمد يدورون على القريه. لا هذا اللي عندهم. اخذوا راحتكم، ما دوروا على القريه، اخذوا راحتكم. قصده فراج مظهير جيب التيك اوي، ويا يا يا محمد بن مناحي جيب الله لهينك الطقم حقته عشان الله يجيب عشان يكثر خيركم ويزيد من محمد مناحي اخوه ويكثر من امدادكم يا فراج. لذلك علي مناحي انت يا اخي اول شيء لا تعرف تتكلم ولا تعرف تسرع. خليت الكلام لك، انت اللي تعرف الكلام، ما عندك الا. طيب يا جماعه طيب يا جماعه لحظه، لا ياخذ عقلك. ما ادري انا قلت للاعداد، يعني الاعداد يقول تاخر عندنا لان كم في شافوه في مجلس الاداره. ما ادري بسال علي بس لبيت. كنا في الفقره، ليش علي كنت في مجلس الاداره تاخرت علينا في كف الشروم؟ الاداره ما شافوني، انتوا اللي شفتوني. طيب احنا شفناك في السيب، ما شفناك في مجلس الاداره. لا شفتوني عند الاداره. طيب ايش عندك في الاداره؟ بيني وبينهم تواصل. ها؟ بيني وبين الاداره كلام. لحظه، يعني ما دام انك شفتنا في السيب يعني احنا نتكلم؟ تكلم خذ راحتك. نتكلم بايش؟ ما ادري، انت شفتنا في السيب. يا علي اجلس زين عشان اسمعك، انا ما اسمعك. تسمعني؟ علي احنا داخلين الفقره، شفناك في السيب ما ندري ايش عندك. ايوه الاعداد يقول كان في مجلس اداره اتاخر عليكم في كف الشروم، ليش وش عندك؟ احنا ليش تدري ليش؟ احنا ما شفناك احتفلت مع فؤاد. ها؟ فاستغربنا، ما شفناك احتفلت بفؤاد ولا شيء فاستغربنا بس. لا والله بس راح الاداره ب اعطوني صوتها وفي مشكله بالصوت. تسمعوني يا جماعه؟ اي تسمعوني الحين؟ اي ابد. هذه اداراتنا يا طوال الاعمار، وبيني وبينها متواصل. عندكم اي اعتراض لا سمح الله؟ لا بس ودنا نعرف التواصل بس فقط. بيني وبينها متواصل بس. وش يخص نقاط؟ يخص خروج؟ يخص شيء؟ خصني انا والاداره. طيب نرجع طيب احنا مجلس اداره. ها؟ احنا مجلس اداره الاربعه. انتو؟ ايه. اجيكم يعني اتواصل معكم؟ لا ما انت سالت تقول ليش مع مجلس اداره؟ احنا مجلس اداره عادي. انتم مجلس الاداره صح؟ ولا احنا ندري بالعربي، انت تتكلم ولا تكلمنا؟ انت بالعربي تتكلم الان، ليش انت جاي ولا تكلمنا بالعربي؟ اخواني جمهورنا بيتكلم علي مناحي، ليش جاء الاداره ولا احنا تكلمنا؟ نقطه اخر السطر خلاص، مدراه ما عاد في مطاره. رجعنا سلطان اسمي. لا انت ليش جاي؟ سلطان اسمي ها خلاص، عندك معك المستشار صالح. ليش جاي؟
ليش جاي وين؟ انا اعترض على كلامك يا صالح. ليش جاي للاداره؟ ليش جاي من الاداره؟ ليش جيت للاداره؟ وش تبي عندهم؟ روح انشد الاداره دامك من استشار. انا عندي اعتراض يا ابو. تفضل. وش اعتراضك نايف؟ اعتراض اني اتكلم وانا موجود. تعترض؟ اي نعم. صحيح. طيب ابو مناحي اقصدي ابو عنزي. ليش تعترض؟ ليش تعترض على زميلك؟ ليه ما تجي قدامه وتعترض؟ ليش جاي هنا تعترض وخالفه يا اخي؟ يا اخي من حقي انت الحين انا وياك الحين ترى في نعتبره في منافسه. انا الحين ابغى اتكلم في المحور إيه؟ وانت جاي تتكلم عني. اطلع على الهواء اعترض، لا تعترض تحت الهواء تجيني عند شكة عندي. اطلع على الهواء اعترض، تجي عندي تحت خلاص شكة. خلاص يا ربي احنا على قلب واحد، خلاص يا اخوان. فهمنا ولا ما فهمنا؟ خلاص يلا بنقول علي. طيب يا علي 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 بس برجع للسؤال اللي انا سالتك اياه اول شيء وراح المحور ورجع لي. لبيك يا سلطان. ليش ما احتفلت مع فؤاد؟ او ما باركت المثل كل اسبوع يوم يباركون لك او يباركون المتعب او الفؤاد. شوف انا داخل تحدي ذا بحماس. احط المايك عشان اسمعك تكفى ابو مناحي. تسمعني ذا الحين؟ اي اقول دخلت التحدي ذا بحماس وما فزت في التحدي ولا بد اني بكون رده فعل لي، وانا باركت لفؤاد وبارك له ثاني مره مبروك ابو عبد الله، واسال الله ان الله يوفق انت واخوانا جميعا كلهم، لان احنا اخوان. اذا خذيت انت كني ما اخذها عوافي. قد قلت انا في الفقره قبل لا يتوج. تمام طيب مبروك لابو عبد الله. الله يوفقك. الله يوفقك. انكم ما تسمعوني زين انتم. ابو عبد الله يا علي والله العظيم والله العظيم اني احبك. اي والله والله العظيم. طيب ابو فرح اني احبك بعد انت نايف. تبون الصراحه؟ انا احس السكتش اللي قبل شوي ما فهموه الجمهور. لا 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 فهموه. ولا والله فهموه. لا خلاص مصمم انت. اي انا ودي والله تبي صراحه. انت بالصراحه انت ولا انت راس حربه تقرقع هنا. انت مو باسس انت سي اف. انا ماني مرتاح والله. ودي اعلم امانه. انا اشوف يا اخواني اللي ما فهم السكتش اللي قبل شوي بيني وبين ابو عنزي وابو مناحي هناك، علي مناحي نجمكم اللي يقول اهدوا اهدوا، جاي للاداره يقول انا اهدوا. ما عليكم من كلام صالح. اعترض انا اعترض. ما ندري وش يعترض عليه علي بن ناحي. انت ما خلونا نشوف في قادم الايام انه يعترض. بس ما جيت اعترض. ما اعترضت على شيء. ما اعترضت. يمكن لحظه يمكن 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 لحظه يا جماعه لحظه. خلوا يا اخي من حقه ان نعطيه فرصه. هل اعترضت على شيء؟ نعم. لا ما اعترضت على شيء. لا اجحد اجحد. عاد انا ما ادري ترى يا رجال. اعترض على فؤاد عبد الله وعلى تصويت فؤاد عبد الله. تصويت فؤاد عبد الله مو صحيح. أفا. اعترض على ذلك علي بمناحي. لا هذا اللي يقول يستاهل. ابو عبد الله ابو عبد الله ليه ما تجي على وتقول انا اشكك انا ماني متقبل انا اشوف فؤاد عبد الله فؤاد عبد الله ما هو صحيح في تصويته. يمكن انت تقولونه يمكن صدق مو ما ادري. لا يقول زول الرجال ان يمشي منك ما ادري من هو. طيب عموما انتم تشوفون مو صحيح انتم عموما انكم يا علي 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 عندك انت الاداره تقولون يمكنكم تشوفون مو صحيح. لا لا علي بس قرب المايك قرب المايك عادي يا جمهوري الأحبة الفارقين. لا تحركون تغريدة واحدة. أبيكم ترتاحون والأسبوع الجاي إن شاء الله نبي التفاعل. أولاً نبي نطيق على بعض الناس. أولاً الرجال هذا طالع معكم يعاني من شيء ولا ما أدري وشو. والله العظيم ثقة ما في ثقة. لاحظوا فؤاد اليوم خذاها ثالث مرة وظهر ولا تقلد له بشت ولا قال انا فوق ولا قال كذا ولا قال كذا ولا سوى شيء. ثقه انا طالع معكم الاسبوع الماضي لبس لبشت ارح ذيك ما بثقه. البشت ذا بشت اليتيم بشت يتيم ما عاد فيه. شلون 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 هذا جاي هذا وشو ذا مع متسابق معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش جايبك؟ جاي طال عمرك اصرح واتحدى على فارس الجمهور انا واخوي علي مناحي وفؤاد وكل اخويانا نتحدى. على ايش؟ على فارس الجمهور. تنافسون بعضكم ولا تنافسون نتنافس بغلا ومحبه. أيوة. واقول الاول لي ولا العلي مناحي ولا الفؤاد اللي ياخذه يستاهل. وانا اصرح واخوياي كل يوم يتحدون. لا 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 الميدان الميدان كلام فاضي. تعبانين كلكم تعبانين. الميدان باقي 40 يوم كلام فاضي. لا جبتوا ليه 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 جاي 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 يتكلم نيابه عنك. شوف باقي 40 يوم ونتحدى واخوياي كنت نازل يجي صوته يا اخي. وكل
شوف سبحان الله عدل للأمانة يعني شوف فؤاد عبد الله ترى بارك لهم يعني بارك لعلي يا رجل فؤاد عبد الله جاء ما حد تكلم بلسانه هذول طال عمرك فانزات علي مناحي فانزات علي مناحي شافوا ما في تفاعل منه ما في تفاعل منه جاوا تكلموا طيب عبد الله عبد الله قريني لحظه عطوه لحظه فكري الصوت فكري عبد الله سام سم الله عدوك هذه هديه الصوره هذه هديه بس دقيقه شفها ما شفناها ما نبي نشوف الشاشه طافيه شغلها دقيقه شغلها انت شغل الشاشه عندك من عندكم انتم شغل الشاشه خلوا يشوف الشاشه انا تحدى دقيقه خلوا يشغل الشاشه يشوف هاي علي شفت انا تحدى محمد مناحي محمد مناحي من الله سبينا شرسة احنا اخوان وحنا على قبل رجل واحد علي انت من علي انت فانز صالح نعم انا فانز صالح لكن انت اخوان وشطان اسمه يغرد شطان اسمه يغرد يقول كلكم مع صالح بس حنا على قبل رجل واحد ترى بس واحد وليد على قبل رجل واحد وليد بس حنا على قبل رجل واحد على قلب رجل واحد واللي فوز يستاهله طيب يا عبد الله تحدى كلنا يا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم هذا قرايني كذا بالله خلوهم يسمعون يا جماعه نا يا عبد الله تاكد من الكهرباء اللي عندكم عشان تشغل الشاشه بس عشان المحور يجي بجميع زواياه سماعه شغاله بالستات تاكد لي يا عبد الله السماعه نسمعك بس ما نشوفك شوف 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 سلك الشاشه او الفريق المونتاجي يتدخل يبغى يشوفنا من السماعه بالله يا سلطان يبغى يسمعك من السماعه بس ما شوف بالله يا سلطان بعض التغريدات حق الشباب موجوده عطوا ما ادري اذا تبون ابيها انا ابيها انا ودي انك تجيبها قدام الملأ الان انضمام عبد الله القريني الى علي مناحي ويكون فانز العلي مناحي مثل ما بعض الناس